عمرها كل شيء زيد في الخيل، في العماره ديالو، في الناس، في المجموعه، في اي حاجه. ديما مشهور هذا الموسم عندنا حنايا من نمير واحد. ولكن هذا المهرجان تبارك الله واخا بعيد عليه شويه كنجيو ليه مزيان، فيه تنظيم مزيان والناس ديالو كرامه. الحقيقه هي هذه، الله يعمرها دارت لا من الخياله ولا من التنظيم ولا من الدرك الملكي ولا من القوه المساعده، كلشي الحمد لله موجود. يخرج لك عاود يقدر يجيب لك ولدي يهرسك، اش غادي ما عندك ما دير والو. هنا الحمد لله كاين الباريار، كاين التنظيم، كاين كلشي موجود. هذا الشيء اش كنجيو ليه حنا هنايا. الناس ديال دكاله المعروفين بالشجاعه والبطوله. هذا المهرجان ديال العنايه بالفرس، اولا هذه مناسبه للتهنئه ديال جمعيه الفرس الذهبي وخاصه سي زغاري، الشكر ديالو على المجهود الكبير اللي كيبذلو من اجل تنظيم هذا المهرجان ديال التبوريضه بطريقه سنويه. مناسبه باش الناس ديال دكاله الاحرار الحرات يحتفلوا في كل موسم فلاحي. ان شاء الله احنا مقبلين على موسم فلاحي ثاني، صلى الله عز وجل كل موسم بالخير والبركه. هذا واحد التقليد عريق ديال التبوريضه الدكاليه اللي عندها المكانه ديالها، واللي اليوم ولات تحتل مكانه خاصه على المستوى الوطني. هي تقاليد كتعكس القيم ديال الشجاعه وديال البطوله وديال الاقدام. الناس ديال دكاله بهذا التاريخ وبهذه القيم اللي كتعكسها الفروسيه والتبوريضه الدكاليه، فالحضور ديالي معاهم راه كيعكس هذا الشيء. كنستقبلوا بهذا المقار بعد هذا مزيان بحال هوك، غنقلبوا هاد الجهه دقيقه كنديروا بحال هوك، كنطوي الدكان بحال هوك. منين كنساليو الدكان كنقلبوا هاد البسبوس، هذا شوفوا واش عامر ولا خاوي. هذا كي داير، هذا عامر شويه، خصنا نعمروا شويه. غناخذ شويه البارود باش كتحط عليه الحبه، وزع عندك طاهر باش تحطوا عليه الحبه ويك الحبه فيها كطلع واحد شويه ديال لاماس. لاماس كيدير مع البارود كتفرق عليك الساعه. كنعيشوا الدورة السابعة لهذا المهرجان. المهرجان الحمد لله راه وصل الإشعاع ديالو لواحد المستوى كبير، سيرتو هنا داخل الإقليم ولا على الصعيد الوطني كاع، سيرتو مع الجمعية هي الجمعية نقدر نقول لك الجمعية الوحيدة النشيطة اللي هنا في الجماعة. الأمور غادا واجده لوجيستيكيا، واجدين معنويا، كاين حماس. الدوره راه كما كتشوفوا نتوما راه ساحه المهرجان راه كتوريك راه المحرك تبارك الله مزيان، كلشي مقاد. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.